هذا فندقنا طال عماركم مره في المعمعه هني كل شيء مره. اللي بيعرف شو اسم الفندق في هاي المدينه الحين بحط لكم اسمه، عباره عن قصر فندق صراحه جميل بس عيبه ما فيه حوض. يس ميك سبيشال كابتشينو. ماي عصير ابد ماي مره ابد كمل سيده شباب انت شواب انت وين شباب كل حد بحمام بشيء اوكي السلام عليكم من العاصمة براغ عاصمة التشيك نحييكم والجو جميل نعطيكم بعض المعلومات. براغ حافظت على طابعها القديم على مبانيها القديمة على الأشياء القديمة كلها اللي عندها. ليش حافظت بخبركم؟ يوم ياهم هتلر قالوا احنا مسلمين ما نبي نحارب تعالوا قالوا خلاص ما نبي نحارب احنا مسلمين فسلمت المدينة من القصف مال هتلر عكس باقي مدن أوروبا اللي دمرت من أثناء الحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى ولكن براغ محافظة لليوم على طابعها القديم ويسمونها براغ المدينة الذهبية على ما أظن في الليل ليتاتا تشي تسوي المدينة الذهبية ويسمونها مدينة المية برج فيها مية برج اسمي براغ عالم يا جماعة السياحة فيها غير طبيعية عالم كله جروبات فندق متروس جروبات طار كمان كله جروبات طار عالم ما شاء الله عالم دكتور اقول هاي المدينه مفضل الاول على اوروبا الشرقيه هاي المدينه مفضل الاول على اوروبا الشرقيه 2016 اوكي هذه المدينه القديمه طال عماركم الساحه القديمه طاعوا السياحة ما شاء الله طاعوا
اسمع اسمع عيال اسمعنا يليز. اسمي فيها خلق الله ما خلق ما شاء الله، عالم سياحة غير طبيعية في براق ما شاء الله. شيك ابويا شيك. اسمي هي الدنيا هني عالم ما شاء الله. دكتور صورت ولا ما صورت؟ صورت ما خليت كنيسة ما صورت عندها. دورك شيء غير الكنائس يا ريال. الله يهديهم ويسلمهم. آمين آمين. شفتوا الشارع اللي وراي هذا الشارع؟ الحين برايكم صورته. كأنك ماشي في متحف مو ماشي في بلاد، كل متاحف ما شاء الله. هي اصلا ما تستوي الا بالكحول، الكيكه اللي يحبها كلها بالكحول يا رجال. طلع الرياض صار له 20 سنه ياكلها مسكين وهي بالكحول. الكحول يا هي صار يلا ما تشوفها يخربط. رايحين الساعه الشهيره، الساعه هاي مبنايه من 1410 تعتبر أقدم ساعة في العالم. العالم كله من عند الساعة طاو. اسمي عالم. سميت شبرا ما بيت حيلة. اسمي هبلات. عندهم من الأشياء المشهورة عالم ما شاء الله ما شاء الله. هذا جسر المشاة يقطع النهر كامل طوله 510 متر. في القرن 14 تدمر كامل، يا فيضان دمر الجسر وردوا صلحوه مرة ثانية. كل شيء فيها ما شاء الله مرة. كل شيء. الحين استعدوا بعطيكم كم من خلفية، اللي بيصور بعطيكم خلفيات حلوة إن شاء الله. ما شاء الله براق يا جماعة، شوفوا جو بارد، المناظر جميلة، السياحة ما شاء الله من الآخر. Thank you.
صورت مع الاصنام كلهم. ما خلي صنم ما صورت معه. اوكي يلا تعال. اللي خبرتكم عنه شفتوا في كل مكان في المدينة. هذا طال عمركم الجسر اللي كنا فيه، جينا من هناك الحين راكبين على القمة. كبرنا فوق البرج هذا، هلكنا من الدري، والحين هاي نصور. كان جميل بس بالدري هلكنا. دراي مرة الريال قال ريلي تعورني. اسمينا ركبنا دراي يا جماعة، هلكنا هالدرايات. براق ما شاء الله مدينة سياحية، ما توقعتها بهالطريقة. أنا جيت في 92 بس شي مرور الكرام زي ما يقولون. رحنا بالدري لين هناك آخر شيء. الدري عاد شي واقف خشب. هذا بيت الرعب بس ما فينا الرعب، خلنا نود الرعب. هني قلعة التشيك، أكبر قلاع العالم ومقر الحكم من أيام الرومانيين حتى في الدولة الشيوعية. سكرت القلعة بس بنحاول ناخذ لكم كم صورة، وهذا الحاكم آخر حاكم يكون حاكم طلع الصورة. والله كريم إن شاء الله. اسميها قلعة، من أقدم قلاع العالم ما شاء الله. والتنين أفلام التنين بس يكون هذا. يستسلموا ولا كسروا لهم القلعه هاي. الناس كلها لابسه جاكيت، بطل بيروح فيها. الامور طيبه ان شاء الله. بناخذ لكم لفه على الساحه هاي اللي عند القلعه. هاي الساحه كامله، وهذه القلعه اسميها قلعه يا جماعه. كل الدول اللي رحنا لها ما تحتاج فيزا، خاصة للإمارات. ظهرنا من صربيا فتشونا بس المجر، وعقب دخلنا كل الدول هاي من غير تفتيش. دخلنا الحدود المجرية في تفتيش. صربيا لهم عملة خاصة فيهم، المجر لهم عملة خاصة فيهم، سلوفاكيا لهم عملة بس يتعاملون باليورو، التشيك يتعاملون باليورو ولكن بعد عملتهم يبونها، يعني بعض المحلات الصغيرة بس يبون العملة التشيكية
اللي هي الكورونا. والأرصاد كاتبين الحين بيصب مطر الساعة 7، وشايفين حالتنا انتو بدون جاكيتات، والله ييسر ان شاء الله. طالع ما شاء الله يا جماعة، طالعوا طالعوا ما شاء الله. الناس اللي بنت هاي يعني سنة كم؟ ما اعرف سنة كم، بشوفها. براق تبعد عن فيينا تقريبا 290 كيلو، يعني تقريبا 3 ساعات. مبناية في القرن 9 ميلادي. تعرفون شو القرن 9؟ هاي تعدت 1000 سنة. هاي براق ما شاء الله كلها تقول كأنك ماشي في متحف. اسكن الفندق في المدينة وخذها كلها مشي، ما عندك أي مشكلة. بحط لكم الجدول الأيام اللي راحت، مش جدول الأماكن، الفنادق والدول من غير اليوم، بعدنا جولتنا مستمرة. توديهم فوق القلعة يردون، شوف يعرون طعمهم ويمشون. هاي مصير مع الشواب، ها مصيبة، ها كح بعد سمعتوا. الله المستعان. كل كل شرب عصير ولا تاكل فواكه انت؟ كل شيء يمشي، كل شيء يمشي. اطعطع ما عليك. هاي قفول الحبة صدت شكلها خلاص. هاثنين حبوب بعض يقفلون. واخر شيء تقول يا ريتني ما قفلت. على العموم خلونا نتمتع في المناظر الحلوة. هذا شارع الماركات، هني بدايته. هم الشوارع عندهم كله ماركات. رايحين المسبح الحين، طلع مركب والجاكوزي، بعدين بنظهر نتعشى. خلصنا من المسبح، طلع ماركهم الحين جاي سنيوع، بس يدورنا مطعم نتعشى، الجو بارد. سعد الله مساكم. يا انا جاكيت فري، شوفوها فري جاكيت في حبانه. فنان دكتور مشكور على الجاكيت يا اخي، جاكيت حلو. يلا حلا الناس، لا تنتي شيرت على جاكيتات. الله الله المستعان. خلاص ليش طلعت طيب؟ بتبرد الحين، تمرض علينا بعدين ان شاء الله مو طيبه زموته، بعدين تطلع وزنها. شو رايك في المدينه؟ والله جميله فنانه صح؟ جميله. دكتور السياحه مو بس كوفيات ولا مولات، السياحه تمشي تغير جو، الراحه مفسده يعني لكل شيء الراحه يعني.